صباح الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد في حلقه جديده من صباح اون تايم، هنناقش ونحلل اهم وابرز الموضوعات والاخبار الرياضيه على مدار ساعه ونص في صباح اون تايم. هبدا كلامي بالحدث اللي كلنا مستمتعين بيه جدا، سواء المتواجد فيه او اللي بيتابع تفاصيله، هو الحدث السياحي الاهم والابرز في الوقت الحالي، مهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه اللي اقترب من الأسبوع السادس. والحقيقة لو بصينا على حصيلة أول خمس أسابيع هنلاقي أننا أخدنا شوط كبير قوي في نجاح المهرجان. وخلينا فاكرين أن أساس إقامة المهرجانات الكبرى في المدن الجديدة هو أفضل دعاية أن احنا نعرف الناس بالمدن دي. وقبل كده سبق وقلنا أن في مدن كانت سبب شهرتها هو إقامة المهرجانات الكبرى، زي مدينة كان الفرنسية اللي كان فيها مهرجان كان العالمي طبعا، ومدينة البندقية في إيطاليا اللي بيقام فيها مهرجان البندقية الشهير، وغيرها كتير من المدن الشهيرة اللي كانت سبب شهرتها هو إقامة المهرجانات العالمية فيها عشان يعرفوا الناس بيها. الحقيقة أن حصيلة أول خمس أسابيع هي مثمرة للغاية، يعني لو بصيت من البداية هتلاقي أنه الفعاليات الرياضية على أفضل ما يكون، فيش لعبة جماعية أو فردية ما كانتش موجودة في المهرجان، بالتحديد في المنطقة الترفيهية، يعني ملاعب الخماسي يوميا موجود فيها منافسات من كل الأعمار، ملاعب البدل نفس الشيء، مسابقات الكرة الطايرة الشاطئية متواجدين بشكل مستمر على الشط وعلى البحر، وكمان كرة السلة، ده غير طبعا الألعاب الفردية. والأجمل كمان الرياضات المختلفة اللي فيها مغامرة كبيرة، زي لعبة الباراموتور طبعا اللي كلنا شفناها وتابعناها وأخذت اهتمام كبير جدا من معظم الزوار في بداية انطلاق المهرجان. ودايما ما بنقول الفعاليات كتير جدا على الأرض، سماء العالمين مليانة بالفعاليات. لو بصينا كمان عن الفقرات الفنية هنلاقي أن المهرجان كان فيه أكبر تجمع لكل الفنون والفعاليات الثقافية والفنية. كمان الأجمل أنه من كل مكان في مصر كان متواجد فرقة فنون شعبية، فرقة فنون شعبية وتراثية، ده غير أن الممشى السياحي لسه بيشهد فعاليات جميلة جدا من الأغاني الفولكلورية المصرية الجميلة اللي معروفة طبعا لكل الأجيال. أمر إيجابي تاني كمان في حصيلة المهرجان لغاية دلوقتي كان في إقامة الحفلات الفنية لكبار المطربين والمغنيين. وعايزة أقول أنه اللي حصل في مهرجان العالمين في الخمس أسابيع اللي فاتوا هو أكبر تجمع لكل النجوم المصريين والعرب في فترة قصيرة جدا من زمن بعيد ما حصلش، من زمن كبير ما حصلش ده في مصر العدد ده من الحفلات في الفترة القصيرة دي، لأننا شفنا محمد منير، كاظم الساهر، ماجدة الرومي، محمد فؤاد، حميد الشاعري، إيهاب توفيق، هشام عباس، خالد عجاج، مدحت صالح، رامي جمال، وأخيرا طبعا تامر حسني وعمرو دياب وديانا حداد اللي كانت حفلتها في بداية الأسبوع ده. ولسه في حفلات كتير جدا جاية في الأسابيع اللي جاية، كمان العروض والمسرحيات اللي أقيمت في المهرجان بمشاركة كبار النجوم، طبعا الفنانين الكبار. كمان ما أقدرش أنسى زيارة كتير من النجوم لمدينة العالمين وتفاعلهم مع الحضور، وطبعا أهمهم نجوم الفن والرياضة اللي كانوا موجودين بشكل دوري من بداية فعاليات المهرجان. وكل أسبوع بنشوف نجوم جديدة بتروح تزور المهرجان. زيارة الأهم والأبرز على الإطلاق خلال المهرجان كانت زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحبة سمو الشيخ محمد بن زايد لمدينة العالمين الجديدة. قد إيه كانت الزيارة دي مهمة جدا في التوقيت ده للمدينة الجديدة اللي أصبحت دلوقتي بتمثل إطلالة سياحية كبيرة جدا لمصر في الشرق الأوسط، وكانت زيارة ليها طابع خاص. طبعا كمان زيارة عدد كبير من الوزراء واهتمامهم بكل التفاصيل في المهرجان،
حتى التفاصيل الصغيرة. مهرجان العالمين في نسخته التانية مفيش تفصيلة صغيرة يمكن سبناها، والشركة المتحدة اهتمت بتفاصيل كتيرة جدا يمكن ما كانتش يعني أو كانت تنقص النسخة الأولى. اكتمل بشكل يعني ملخص حصيلة 5 أسابيع من إقامة فعاليات المهرجان. احنا في نهاية الأسبوع الخامس خلاص. خليني أقول لحضراتكم سريعا أبرز الأخبار عن مهرجان العالمين. من أبرز فعاليات الأسبوع الخامس كان الظهور المميز جدا للنجمة اللبنانية طبعا ديانا حداد، اللي أحيت حفلها بمهرجان العالمين الجديدة في المدينة التراثية. وعايزة أقول إن الحفلة يعني كان فيها كتير من اللقطات المميزة، كان في تفاعل كبير جدا ما بينها وما بين الجمهور، تفاعل كان إيجابي جدا لأن الجمهور المصري فاكر وعارف كويس جدا غني ديانا حداد، ويمكن كانت غايبة فترة كبيرة عن الجمهور المصري. اتميز حفل ديانا حداد بكتير من اللقطات والمشاهد المميزة، أبرزها طبعا حضور بناتها صافي وميرا خلال الحفل، كانوا موجودين قدام المسرح لدعم طبعا ديانا حداد. وبعد وصلة كده من الغناء قدمت ديانا حداد بناتها لأول مرة على المسرح خلال الحفل، ونزلت من على المسرح وقفت في وسط الجمهور اللي كان يعني أكترهم من السيدات، غنت معاهم أكتر من أغنية وسط تفاعل كبير جدا من الجمهور اللي يمكن كانت وحشة بشكل كبير جدا. من بداية المهرجان والحاجة المؤثرة بشكل مستمر هي الألعاب الترفيهية اللي موجودة بشكل دائم في المنطقة الترفيهية من بداية ومن أول يوم في المهرجان. عشان كده كنا حريصين أن احنا نلتقي برئيس اتحاد الألعاب الترفيهية الأستاذ أحمد البكري، ونعرف منه كل التفاصيل الخاصة بالألعاب الترفيهية، إيه الخطة اللي جاية في المرحلة اللي جاية من المهرجان حتى نهاية شهر أغسطس. وأكيد كل يوم في جديد في مهرجان العالمين. خلينا نشوف التقرير ونتابعه. تعد تواجدي في المكان المقصد السياحي الاول عالميا. المقصد السياحي دلوقتي زي ما انتم شايفينها موجودين في منطقه العالمين. المنطقه اتحولت بشكل كامل في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من حقل الغام، كان الناس بتخاف تخش. واديك زي ما انت شايف النهارده في فعاليات رياضيه، في شاطئ مفتوح للجماهير بشكل كبير، مباني شاهقه موجوده في طلوعها احسن الاماكن الدوليه والعالميه. النهارده الفعاليه دي طبعا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كان موجه ان احنا نشتغل في منطقه العالمين بما انها يعني المهمه في فتره الصيف. فالنهارده الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه بيقيم 4 بطولات ليها. الاتحاد طبعا بيضم اكتر من نشاط، عندنا الفوت فولي، عندنا الراكت، عندنا الكورف بول، عندنا الطاوله، عندنا الدومينو. فالنهارده احنا قايمين ان احنا عاملين بطوله الطاوله مؤهله لاختيار منتخب مصر للمؤهل لكاس العالم، عندنا بطوله الدومينو برضه لاختيار منتخب مصر اللي هيشارك في كاس العالم ان شاء الله، عندنا برضه لعبه الكورف بول، عندنا عناصر اختيار منتخب اللي هيشارك في بطوله هولندا، عندنا الراكت برضه للمشاركه في بطوله البرازيل، وفي انشطه ثانيه عملناها بشكل ترفيهي للساده المصطفى في العالمين زي الفوت فولي زي الهيومن فوتبول. احنا طبعا اول ما فتحنا اللينك التسجيل انا مش عاوز اقول لك ان كميه الناس اللي دخلت تسجل عشان تشارك في البطوله دي كانت فوق الوصف، يعني اكتر تقريبا بطوله شارك فيها كعدد لينكات الناس بتبتدي عاوزه تشارك ونفسها تشارك. زي ما انت شايف الناس كلها مبسوطه، اللعيبه كلها في جو حماسي، في جو يعني سعاده، الناس موجوده في منطقه زي العالمين. زي ما انت شايف في حماس كبير جدا ما بين اللعيبه، وبالذات ان انت زي ما بقول لك باختيار العناصر المنتخب اللي هتشارك في البطولات الدوليه. فطبعا لا يعني اختيار موفق لدكتور اشرف صبحي طبعا وهو توجهاته طبعا ان احنا نشارك في منطقه العالمين، والحمد لله اللعيبه كلها مبسوطه وفي سعاده كبيره جدا. احنا النهارده اللي مشاركين حوالي 700 لعيب متوزعين على كذا نشاط، وفي احنا فاتحين منطقه زي ما بقول لك منطقه العاب ترفيهيه للساده المصطفين الموجودين والجمهور العالمين العادي ان هو يقدر يجي يشارك في الانشطه بتاعتنا والالعاب بتاعتنا. لا احنا الاتحاد عندنا حاجه اسمها اللعيب الحر، دي احنا فاتحينها تسجيل ان انت كلاعب لو مش مسجل في اي نادي. زي ما انت عارف الطاوله والدومنه دي لعبه شعبيه تقريبا الاولى في مصر، فاحنا دكتور اشرف كان موجه ان دايما تبقى مفتوحه لكل الناس يقدر يشارك، اي حد مش لازم تبع هيئه شبابيه او رياضيه، فبالعكس اي حد حابب يشارك يخش في البطولات. احنا عندنا اكتر من نشاط بنعمله في السنه، اكتر من بطوله، فاي حد حابب يشارك بيخش يروح الاتحاد بيشارك بشكل شخصي وبيخش يشارك وممكن يوصل كاس عالم. طبعا الطاوله والدومنه تعتبر زي ما قلت لك اللعبه الشعبيه الاولى في مصر تقريبا. الالعاب دي برضه لعبه شعبيه دوليه، يعني انا عاوز اقول لك ان كاس العالم بيتلعب فيه 64 دوله بيشارك فيه، في الطاوله في الدومنه برضه 74 دوله. احنا هنا في مصر احنا كان توجد
18 صبح ان احنا نبتدي نروح للناس. فابتدينا نعمل حاجه اسمها بطولات شبعك ملعبك، ان احنا ننزل في الاماكن التجمعات. كان لسه في بطوله كانت في الجماليه نزلنا فيها في الشارع، عملنا بطوله في الشارع لاهالي الجماليه نفسهم انهم يشاركوا فيها، عملنا في المهندسين، عملنا في اكثر من مكان. في ان شاء الله فكره جديده دكتور اشرف صبحي لسه موجه بيها واحنا شغالين عليها، هيبقى حاجه اسمها دوي القهاوي، ان انت هتنزل في القهاوي اللي موجوده في الاحياء كلها اللي في مجموعه مصر العربيه، احنا مقسمينها مراحل خطه الوزاره يعني، هنشتغل على كل قهوه نطلع بطل كل قهوه، وبعد كده نعمل بطوله مجمعه زي بطوله مجمعه لاخر للابطال. طبعا الاتحاد برضه بيحارب حاجات ثانيه زي التدخين، ان احنا طبعا مانعين التدخين خالص، لان انت زي ما انت عارف في عادات سلبيه كتير مرتبطه كانت بالطاوله والدمعه. الحمد لله احنا مانعين التدخين خالص طول مده المسابقه، وعاوز اقول لك ان في ناس بطلت تدخين بسبب القصه دي، ساعات بينزل معانا حملات توعيه ضد التدخين وحاجات زي كده. فدي الافكار اللي دكتور اشرف صبحي موجه ليها، ان احنا كاتحاد ان احنا تبقى كل الادوات بتاعتي تقدر تتعمل في كل مكان. كل يوم في مهرجان العالمين الجديده في جديد الحقيقه، وخلينا نطير على العالمين الجديده مع شريف عادل مراسل قنوات اون تايم سبورتس، نعرف منه ايه اخر الاخبار والنهارده اليوم في ايه مع بدايه اليوم كده، وايه الفعاليات اللي هتنطلق النهارده ومستمره خلال الاسبوع. يا شريف صباح الفل عليك. صباح الخير عليكي الزميلة العزيزة أميرة جمال، صباح الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورت في كل مكان. بالتأكيد بنتابع الأجواء الخاصة بمهرجان العالمين ومن مدينة العالمين الجديدة، كان أميرة أجواء أكثر من رائعة بنتابعها طوال الفترة الماضية، مختلف زي ما أنت بتتكلمي في المقدمة يعني الترفيه من مختلف الاتجاهات. كمان تابعنا المشهد بالأمس فيما يخص مباريات الدوري الممتاز، ومن خلال طبعا الشاشة العملاقة كان في تجمع لي طبعا عدد كبير من زوار العالمين لمتابعة مباراة النادي الأهلي، وبرغم حسم النادي الأهلي للقب الدوري الممتاز إلا أن محب النادي الأهلي وجماهيره كانوا حريصين هنا على يعني متابعة بقى مباراة الفريق، خاصة العناصر كمان اللي ما كانتش بتشارك من بداية أو يعني بتشارك على فترات خلال الموسم الحالي، وعناصر بتشارك لأول مرة بالأمس. ورصدنا كمان مجموعة من ردود الأفعال مع الجماهير، جماهير نادي الأهلي ما بعد نهاية المباراة المتواجدة هنا، وكان عندهم حالة من الارتياحية على أداء الفريق وتحقيقه للانتصار، برغم زي ما احنا تابعنا مباراة الأمس كانت فيها عدد كبير من العناصر الغير أساسية، وكان المشهد إيجابي جدا كمان، الكل مازال منتشي خاصة ما بعد النتائج بعثتنا المصرية الأخيرة، وبالتحديد يعني فوز سارة سمير بالميدالية الفضية وأحمد الجندي بالميدالية الذهبية في اليوم قبل الأخير في أولمبياد باريس. لسه النشوة بالتأكيد موجودة، لأن طبعا تحقيق ميداليتين في التوقيت ده كان مهم جدا جدا، وأكيد أخذنا أيضا مجموعة من ردود الأفعال، وإن شاء الله اللي جاي يبقى أفضل ليه طبعا مختلف الألعاب والرياضة المصرية فيما هو قادم. فيما يخص بقى الأجواء بشكل عام داخل مدينة العالمين الجديدة، يمكن شفنا خلال الفترة الماضية عرض مسرحي لمسرحية السندباد للبطل النجم كريم عبد العزيز ونيلي كريم، مسرحية تم عرضها على مدار 3 أيام، كانت نهاية العرض المسرحي ليها أول أمس، كانت اتعرضت على مدار يوم الخميس والجمعة والسبت، وكان بصراحة يعني حالة من الارتياح وحالة من السعادة الكبير لكل الجمهور المسرحي اللي كان حاضر هذا العرض المسرحي واستمتعوا جدا بيه، وكان فيه يعني باستمرار توافد كبير جدا على هذا العرض المسرحي. اللي جاي بقى بالنسبة للمسرحيات لسه مستمرة زي مسرحية التلفزيون لحسن رداد وإيمي سمير غانم، سيتم عرضها العديد من الأشياء المتنوعة. فيما يخص كمان الالعاب الترفيهيه والمنطقه الترفيهيه بصراحه يعني حدث ولا حرج، لا يعني تخش منطقه الالعاب الترفيهيه تستمتعي تماما بالنسبه لكل الفئات السنيه، من ملاعب طبعا الكوره للفولي الباسكت البادل، لا حاجه ايجابيه واكثر من رائعه، وتابعنا المشهد فيها. كمان الحفلات الغنائيه اللي تابعناها على مدار الايام الماضيه، سباق السيارات يعني بصراحه حدث ولا حرج، يعني كان حاجه ايجابيه للغايه بصراحه، وكان يعني في اقبال على طبعا من الجمهور على متابعه سباق السيارات على مدار يومي الجمعه والسبت، وكانت يعني نهايه فعالياته كانت يوم السبت في الفعاليات الخاصه بيه، واستمر حتى الساعات الاولى من صباح يوم الاحد، والجمهور اللي كان متواجد كمان من مختلف الجنسيات سواء بقى من جنسيات عربيه او جنسيات اجنبيه، وكان التفاعل كبير جدا خلال منافسات سباق السيارات. لسه اكيد مستمرين الشاشه العملاقه اللي بتعرض كل الاحداث طبعا الرياضيه، طبعا تم الانتهاء من الاولمبيات، ولكن النهارده كمان مستمره في عرض اكيد منافسات الدوري الممتاز اللي هنتابعها النهارده، مباريات الدوري الممتاز او حتى على مدار الاسبوع الحالي والفتره المقبله. لا اللي جاي يعني اللي جاي
شاء الله كمان يبقى احلى من اللي فات. اللي فات كان حاجه اكثر من رائعه من مختلف الاتجاهات، واكيد لسه متابعين ومكملين المشهد دايما بنرصد ردود الافعال هنا في العالمين مع زوار والناس اللي متواجده باستمرار عندهم حاله من النشوه الكبيره من تواجدهم هنا، واللي كان يعني مثلا جاي خمس او ست ايام او اسبوع او 10 ايام لا بيفكر ازاي ان هو يمد ويستمر لي الفترة المقبلة. إن شاء الله معاك يا أميرة ومستمرين في تغطيتنا المستمرة بشكل يومي. والآن العودة ليك الزميلة العزيزة أميرة جمال، تفضلي. شريف أنا بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر كل الزملاء طبعا اللي بينقلوا لنا الحدث لحظة بلحظة، وكل يوم في فعاليات جديدة، كل يوم في مهرجان العالمين الجديدة في جديد. وفي الحقيقة كمان يعني من زمايلنا هناك عارفة أن في مفاجآت كثيرة جدا خلال الأسابيع اللي جاية لغاية يوم 31 أغسطس بإذن الله مع انتهاء المهرجان، ولكن لسه ما تمش الإعلان عنها. يعني ترقبوا مفاجآت كتير جدا بخلاف طبعا الحفلات اللي كنت قلت لحضراتكم عليها والفنانين اللي هيكونوا موجودين في كل ويك أند في مهرجان العالمين الجديدة. لعبة الكورف بول كان ليها تواجد في فعاليات مهرجان العالمين. إيه اللعبة دي؟ إيه لعبة الكورف بول وإزاي بيتم احتساب نتيجة فارق النقاط؟ خلينا نقرب أكتر ونعرف من التقرير ده ونرجع مرة تانية مع حضراتكم. انا ليا حوالي سنه بلعبها واللعبه جديده، وزي ما بنشوف بنخلي الناس بنحاول نخلي الناس تشارك فيها. لعبه جميله جدا ولعبه فيها احتكاك وفيها لعب وفيها متعه كبيره جدا. هو اللعبه دي حضرتك جالنا بعثه من اوروبا ان احنا نقدر تتوزع في مصر اللعبه دي وتنتشر، فعملوا زي دوره فاحنا دخلنا فيها وحبينا نشوف حاجه جديده، والحمد لله نجحنا يعني وبقينا لعيبه. واللعبه دي مشهوره جدا دلوقتي، ليها 70 سنه في بره مصر وحاليا ليها سنتين وبنحاول نتطور معاها. هو انا بدات العب اللعبه دي من حوالي 3 شهور او حاجه، والمنافسات النهارده قويه جدا. اللعبه ممتعه بصراحه، ان هي انا اصلا كنت بلعب باسكت بول، فبالنسبه لي ان هي خلاص اسهل بكتير، ان هي نفس الرولز بس مداوت دريبل مثلا، حاجات بسيطه مختلفه، فبالنسبه لي ان هي لا الموضوع اسهل كتير واحلى. يعني اعتقد ان الكورف نفسها بتبقى اعلى شويه من الباسكت في لعبه الباسكت بالمصري. فعلا الكورف 3 متر ونص، الباسكت 3 5 سم تقريبا حاجه كده. ما هو انا طولي 165 عادي، بس الفكره ان هو مش بالطول قوي على قد ما هو ستايل شوتينج، يعني ده بيفرق برضه ان هو ماشي طول بيفرق، بس فانت معاك بيبقى معاك في الفرقه انت بتعمل اسيستات، خلاص انت مش عارف تجيبها فخلاص انت هتعمل اسيست وتحاول تمشي الدنيا. بس بصراحة الجو ممتع جدا، انا بتمنى اجي على طول، يعني المدينة تحفة بصراحة. يعني طبعا فعاليات جميلة جدا، وبجد كل الاجواء كلها حماس وتشجيع، وبصراحة اللعبة جديدة وحلوة وان شاء الله يبقى ليها اسم كبير في مصر وكده. وقبلها طبعا كنت بلعب باسكت وكيك بوكسينج وكده، هي زي الباسكت بس اسهل بكتير، رولز مختلفة شوية، بس هي من غير دريبل، هي كلها باسنج والشوت بس على الكور. لا هو احنا كلنا بنبقى تيم متفقين قبل ما نبدأ وكده الخطة اللي احنا هنعملها. بيبقى مثلا في حد قريب من الكورف شويه علشان على طول بنودي فاست بريك، بيطلع من الاوت يوديله يدخل على طول الباسكت، يا اما بنلعب 1 تو 1 نفضل جيف اند جو لغايه ما نروح على الكورف وندخل. فعاليات ثقافيه وترفيهيه وفنيه، كمان وزاره الشباب والرياضه كان ليها دور مهم في مهرجان العالمين الجديده. خلينا نتابع ونشوف لقاء مع دكتور سامح منصور عضو لجنه وزاره الشباب والرياضه، ونعرف هو شايف ازاي المهرجان وايه كمان اللي بيتهم بيه وزاره الشباب والرياضه في مهرجان العالمين الجديده من انشطه. ونرجع مره ثانيه مع حضراتكم. النهارده نشاط مميز جدا، خليني اقول مره ثانيه نشاط مميز جدا لوزاره الشباب والرياضه، الاداره المركزيه لبرامج التنميه الرياضيه. يمكن النهارده عندنا اتحادين، اتنين اتحاد نوعي، يعني النهارده الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه زي ما احنا زي ما حضرتك شايف، يعني في النهارده في نشاط الطاوله والضمنه وكمان في نشاط على الرمل الفوت بولي والراكت، ونشاط كبير قوي، بالاضافه لوجود النهارده كمان الاتحاد المصري للياقه البدنيه ورياضات الشارع. الشباب بقى اللي بيحب المغامره وبيحب اللياقه البدنيه في
مسابقات كتيره قوي، في انشطه كتيره قوي، وكمان في جوائز في اخر اليوم النهارده كمان ان شاء الله، بالاضافه لوجود برضو انشطه اليوم الواحد، في شباب من مراكز الشباب النهارده جم برضو زاروا الشط وبيتفرجوا بيشاركوا في النشاط اللي موجود معانا النهارده. احنا بدانا يمكن انشطه وزاره الشباب والرياضه من بدايه مهرجان العالم عالميين بصوره تذكاريه للابطال البارالمبيين اللي ان شاء الله هيسافروا باريس، عقبها على طول مهرجان للهجن اللي كان جابوا شوارع العالمين وعرفنا كل الدنيا من خلال حضراتكم بالرياضه التراثيه ديت. وفي انشطه تمت كتيره، في برنامج كابتانو مصر اللي بيتم برعايه رئيس الجمهوريه، ده حصل يعني اللي هو كان في ماتش استعراضي كده بين كابتانو مصر واساطير كره القدم، ومكملين في انشطه كمان جميله جدا، في معارض للحرف الشبابيه اللي هنقدمها كمان في منطقه المعارض، في معارض للدراجات الهوائيه والكهربائيه ان شاء الله، ده برده مشروع دراجتك صحتك برعايه رئيس الجمهوريه، ده يبقى موجود الفتره الجايه، في ماتشات كره قدم، في ماراثونات للدراجات، في فعاليات كتيره قوي ان شاء الله على مدار شهر اغسطس مكثفه ان شاء الله من خلال وزاره الشباب والرياضه في مهرجان العالم العالمين. يعني احنا كمان في وزاره الشباب والرياضه مهتمين بان احنا ننظم بطولات كتير قوي سواء على المستوى المحلي والدولي، وكمان ننظمها في المناطق السياحيه اللي عليها سبوت اعلامي وعليها كمان احنا عايزين نبرزها كمان ونبرز الرياضات من خلالها، عشان في يعني هي ان شاء الله يكون في عدد كبير من السواح وبنسوقها للعالم كله ان هو يجوا يزوروها، فبيكون في ان شاء الله بطولات كبيره كتير جدا يعني من خلال وزاره الشباب والرياضه في مدينه العالمين، وبرده بالتعاون مع الشركه المتحده، تعاون مثمر بين وزاره الشباب والرياضه والقطاع الخاص من خلال الشركه المتحده. كمان أعلنت وزارة الثقافة عن استمرار تقديم أنشطة وفعاليات متنوعة في مهرجان العالمين الجديدة للأسبوع الخامس، وخليني أقول لحضراتكم يعني يمكن كان امبارح من ضمن العروض كان في عرض أوبرا عربي وعروض فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، النهارده كمان في عروض لفرقتي المنيا للفنون الشعبيه والانفوشي كمان للفنون الشعبيه، بكره باذن الله هيكون في عروض لفرقتي الغردقه والحريه للفنون الشعبيه، يوم الاربعاء كمان هيكون في عروض لفرقه الغردقه للفنون الشعبيه والحريه كمان للفنون الشعبيه، اخيرا بقى في الويك اند يوم الخميس هيكون في عروض كمان مستمره لفرقة الغردقة للفنون الشعبية والأنفوشي للفنون الشعبية، يوم الجمعة هيكون في عروض لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية والمنيا للفنون الشعبية. يعني حاجة جميلة في الحقيقة بتعيشها مدينة العالمين وبتلف بينا من مدينة لمدينة، وكل حاجة بتتميز بيها كل مدينة في جمهورية مصر العربية بنشوفها هناك من خلال المهرجان. فنون الشعبية يمكن تكون كانت وحشانة، وفي ناس كتير على فكرة يعني كبرت وتربت على الفنون الشعبية دي وعلى جمال الفنون الشعبية، يمكن بقالنا فترة كبيرة ما بنشوفهاش رجع تاني. الجميل في المهرجان انه بيرجع لنا كل حاجة من ريحة زمان ولكن بجمال العالمين الجديدة. من الحاجات كمان الجميلة اللي أسعدتنا الأسبوع اللي احنا فيه ده كان تتويج أبطالنا، ولسه بنعيش نشوة الانتصار ونشوة الفوز نهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، أحمد الجندي وسارة سمير يوم السبت بالميدالية الذهبية لأحمد الجندي والفضية لسارة سمير، وزي ما يعني يمكن كان معانا شريف دلوقتي وبيقول إن كان في حالة من السعادة والنشوة بيعيشها رواد جماهير أو الرواد كمان اللي كانوا بيتابعوا الأولمبيكس، خلينا نشوف ونتابع ردود أفعال الجماهير في مدينة العالمين بعد فوز الجندي وسارة سمير في الأولمبياد وفرحة المصريين، وشايفين كمان الأجواء إزاي في مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالمين في نسخته الثانية. ونرجع مرة تانية مع حضراتكم. فيديو اون تايم سبورت في كل مكان، لحظات سعيدة عشناها اليوم من خلال بعثتنا المصرية المشاركة في أولمبياد باريس بعد تتويج سارة سمير في رفع الأثقال بالميدالية الفضية وأيضا أحمد الجندي وتوج بالذهبية. بنتابع المشهد في العالمين الجديدة من خلال طبعا الشاشة العملاقة، والتجمع جميل جدا والكل كان حريص على المتابعة. يعني ألف مبروك ومبروك لمصر ومبروك لنا كلنا، وفي الأجواء الجميلة اللي احنا فيها دي كمان في العالمين والأغاني الجميلة كمان الوطنية واحنا سامعين، ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك، فخر جدا للشعب المصري
وده حاجة جميلة بتفرحنا جميعا، ويا رب مزيد من الانتصارات والميداليات الذهبية فضية برونزية ايا كان، بس احنا بنتعشم كتير فيهم في ابطالنا في الدورة الاولمبية ان شاء الله. يعني وانتوا كده موجودين في العالمين اتجمعتوا من بداية اليوم النهاردة وجيتوا امام الشاشات من اجل متابعة المشهد بقى والتتويج بالميداليات، احساسكم وانطباعاتكم بقى النهاردة كمان بعد التتويج بالميداليات؟ لا احساس رائع طبعا، واحنا مبسوطين جدا يعني، وشرف لكل المصريين، واكيد كل المصريين سعداء جدا دلوقتي، وربنا يوفق بقيه الابطال ويجيبوا مزيد من الميداليات ان شاء الله. فخر لينا وفخر لمصر، وبنبارك برضك للكابتن ساره سمير على واحمد الجندي. حاجه كويسه يعني، حاجه فرحتنا النهارده بعد هزيمه المنتخب بصراحه. الف مبروك للاعبين مصر، هم قدروا يعرفوا ان مصر هي القمه، ومدينه العالمين الاجواء فيها حلوه، وتقدر انها تدي لاي حد حافز انه يقدر يكسب في اي بطوله. كل يوم ومبروك لمصر وتحيا مصر. من مهرجان العالمين الجديد نحييكم حيث هذه الاجواء الرائعه، ونبارك طبعا لنجومنا الكبار الكابتن احمد الجندي على حصوله على ذهبيه اولمبياد باريس 2024، واللاعبه ساره سمير ايضا بحصولها على الميداليه الفضيه. نتمنى لهم طبعا التوفيق، وطبعا حصولهم على الميداليات اللي شرفونا النهارده ومثلوا باسم مصر وباسم الشعب المصري، وقدرنا ان احنا نصعد ونرسم الفرحه على وجوه المصريين كلهم. الفن والثقافة والرياضة هي يعني جزء لا يتجزأ من قوة مصر الناعمة. أي نجاح في أي مجال منهم أكيد بيكون عنوان إيجابي لصورة الدولة الحضارية، ودايما بقول أي رسالة عايز توصلها تقدر توصلها عن طريق فنان، تقدر توصلها عن طريق رياضي، هي دي القوة الناعمة بتاعت أي دولة اللي بيبقى يعني بتوصل بيها رسائل للعالم كله. كنا حريصين إن يكون لنا لقاء مع الفنان ماهر كمال مدير فريق الأوركسترا للفنون الشعبية، تكلم عن تتويج الأبطال أحمد الجندي وسارة سمير في باريس 2024. خلينا نشوف قال إيه ونرجع مرة تانية مع حضراتكم. تحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورت في كل مكان، بالتاكيد من داخل العالمين، واحنا بنتابع المشهد والاجواء الاكثر من رائعه. كمان يوم استثنائي على المستوى الرياضي بتتويج لاعبتنا ساره سمير في رفع الاثقال بالميداليه الفضيه، وايضا تتويج احمد الجندي بالميداليه الذهبيه. الفنان ماهر كمال متواجد في العالمين، وطبعا بنتابع معاه الاجواء الجميله جدا من كل الاتجاهات، والعروض الاستعراضيه والعروض الشعبيه الفنون الشعبيه. يا استاذ ماهر في البدايه بنرحب بحضرتك وبنبارك لك طبعا على الشكل المشرف. الف مبروك لمصر، واحنا كلنا كمان احمد الجندي هنا واحنا واقفين الميدالية جت دلوقتي، فالحمد لله على وشنا. يعني احساس النهارده طبعا التتويج بالذهب بيبقى ليه طعم مختلف، وطبعا وميداليه ثانيه فضه وكان في برونز قبلها، فالدنيا مشيت شويه الحمد لله. يعني هو كل هدفنا ان مصر تبقى صورتها دايما اجمل، ومصر تستحق انها تبقى اجمل دايما. تواجد في العالمين كمان وانطباع حضرتك وشايف المشهد ازاي بقى خلال فعاليات مهرجان؟ والله مصر انا بقول انها قادره على كل الاشياء يعني، وهي عندي اجمل الاشياء زي ما صلاح شاهين قال. فمصر تقدر تعمل الصناعه الفنيه بشكل ابداعي، مصر تقدر تعمل الصناعه الكونيه اللي احنا شايفينها، حياه جديده، مدن جديده، بنى جديد. انا النهارده حاسس ان انا داخل على باريس، وانا داخل بقول لهم 5 سنين كمان وهتبقى باريس باريس بالبشر بقى ان شاء الله كمان يعني يزيد، وهتبقى الحياه اجمل. فدي صناعه في دوله وفي تخطيط، يعني يبقى عندنا امل ان شاء الله للاجمل دايما، ان مصر هيبقى وضعها اجمل ان شاء الله في القادم. زمار يعني لو هتقول حاجه بقى للاعيبتنا النهارده واللي حققوا الميداليات والحاله الحلوه اللي احنا عايشينها النهارده، ممكن نقول لهم ايه باغنيه؟ طبعا يعني هم يستحقوا الكتير، الف مبروك ليهم ولمصر، وبشكرهم على هذا الاداء. انا ببص لوش احمد الجندي وهو بيخلص كل مرحله، يعني في احساس جوانا وجواه ان هو عايز يحقق حاجه فعلا لمصر. فانا بقول لهم شكرا لجهودكم الكبيره، وشكرا برضو لاي حد خطط وراهم. زي ما احنا الناس بتنتقد، فيجب ان احنا نشكر لما يحصل حاجه كويسه، لان دي اللي بتدينا الامل ان احنا نبقى اقوى ان شاء الله في اللي جاي. هنغني لهم نقول لهم ايه؟ مش هينفع نسيب حضرتك غير ما نسمع صوتك. انا اقول حاجه اسماعيلاوي بما ان فرقه اسماعيليه طبعا هي اللي موجوده، او حاجه لمصر.
يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا دنيا سمعاني سمعاني يا دنيا سمعاني يا دنيا سمعاني سمعاني أبويا وصاني ما خلي جنس دخيل يخش أوطاني. أي والله ما خلي جنس دخيل يخش أوطاني. الأرض دي أرضي أفديها أنا وولادي. الأرض دي أرضي أفديها أنا وولادي. أفديها بالأرواح وتعيش يا بلدي. أفديك بالأرواح وتعيش يا بلدي. وتعيشي يا بلدي بعزيمة وإصرار وإرادة شبابها. بلد دي عمرها ما هتكبر ولا هتعلى غير بشبابها. وطبعا ده يعني كلنا أمل إن شاء الله، مش على المجال الرياضة بس في كل المجالات. أتمنى إن شاء الله يعني ربنا يحفظ بلدنا يا رب وتكون دايما في المقدمة. دايما بنكون حريصين إننا نتابع فعاليات الألعاب الترفيهية والأنشطة في مهرجان العالمين كل يوم مع حضراتكم. عشان كده كان لينا لقاء مع أحد المشاركين في فعاليات مهرجان العالمين، وكمان الأسر والأطفال والحالة اللي بتعيشها مدينة العالمين. لقاءات مختلفة مع الأسر والأطفال اللي موجودين هناك وبيشاركوا في الأنشطة الترفيهية ومهرجان العالمين في نسخته التانية. خلينا نتابع ونشوف. مشاهدي اون تايم سبورت، في كل مكان الرياضة في كل الاتجاهات هنا في العالمين، يعني بنتابع المشهد في كل تفاصيله، كمان حتى بنتابع واحنا بنشوف العجل وقد ايه الحرص على ان الناس تركب عجل، ومن مختلف الاعمار السنية ومن مختلف الفئات ومختلف الطبقات. حاجة جميلة جدا بنتابعها في المشهد من خلال تواجدنا في العالمين. الاستاذ حسن مصطفى مسؤول بالعلاقات العامة بشركة عجل مصر. يعني استاذ حسن في البداية برحب بحضرتك، الاجواء جميلة جدا والتنوع بصراحه يعني في منطقه الالعاب الترفيهيه موجود من كل الزوايا. طبعا طبعا يا فندم، حضرتك شرفتنا طبعا في المنطقه بتاعتنا، وزي ما حضرتك شايف احنا عندنا تنوع في فئات العمريه للعجل، دي رياضه بيحبها الكبار والصغيرين، واحنا من في المهرجان من بدايته يعني معايا مشتركين. كل الاعمار ما شاء الله، يعني الاطفال الصغيرين للكبار للتنر كمان اللي عايز يقعد على التنر يقعد على التنر. شايف الاجواء ازاي في العالمين بشكل عام والاجواء الرياضيه كمان من كل الاتجاهات؟ الاجواء الرياضيه جميله جدا زي ما حضرتك شايف، بيجي مثلا الاسره عندي تلاقي الاسره كلها اب وام واطفال بيركبوا، اجواء جميله بتعمل ترابط اسري وبتخليك تخرج عن ضغوطات الحياه، تمام قصدي، وبتخرج يعني بتفصل عن الحياه، انت عارف الشغل عندنا والحاجات دي. فالمنطقه جميله زي ما حضرتك شايف، في اسر بتبقى قاعده قدام مني في الكافيهات تخلي اولادها يلعبوا عندنا رياضه، وانت عارف ان الرياضه مهمه للجميع. يعني احنا عندنا مثلا في الشركه اسمه حركه بركه، حتى احنا حاطين على الشعار بتاعنا طبعا حركه بركه، في ناس كبار بيركبوا زي ما حضرتك، كل الاعمار زي ما حضرتك عارف. يعني حاجه احنا اتشرفنا ان هي تكون موجوده في بلدنا، وحاجه فيري اتراكتيف لكل السياح اللي بيجوا العالمين ريسنتلي يعني، والاطفال مبسوطين جدا، ولا بصراحه كل حاجه حلوه، كل حاجه رياضه للجميع والمختلف الاعمار السنيه. انا شايف ان حضرتك بدات بتبص بتدور على العجل كده وهتاخد قرار، واحده هنا واحده هنا وبنتجول بقى، وانت واضح ان في لحظه ما انا ممكن تاخد قرار العجل لكل الاعمار كمان، دي يعني دي حقيقة، سواء كبار او صغيرين أو يعني، لا في فرايتي بغض النظر عن نوع الرياضه او ايه بيحب ايه، هتلاقي كلها موجوده. يعني اطفال مبسوطين في منطقه الالعاب الترفيهيه. دي ثالث مره اجي على فكره، دي ثالث مره اجي، هم حبوا العجل جدا. كان جيته في حياته. ده ايه احلى مكان؟ احلى مكان جيته في حياته. مبسوط. بابا عمل معاكي كل حاجه اهو، يعني بصي وجابك على الاماكن الحلوه كلها وجايبك في العالمين. ده احسن مكان رحته في حياتي النهارده. خلاص كل سنه انت موجوده، انت مش عايزه تمشي شكلك يعني؟ لا مش عايزه امشي. مفيش الكلام ده، مكمله. ايه رايك في العالمين والاجواء الرياضه اللي انت موجوده فيها؟ مكان جميل جدا، وعمري ما شفت منه حاجه وحشه، ويعني لا مكان جميل، وعندي عجل وكل حاجه انا بحبها، واللي ما جاش المكان ده يجي هيستمتع جدا. انت مش اول مره تيجي النهارده، يعني انت موجوده في العالمين بقالك كذا يوم وجيتي كذا مره المكان ده، يعني طلبتي مش عايزه تمشي. لعبتي بقى في كذا حاجه، يعني ادي عجل دلوقتي لعبه، لعبتي فين تاني ورحتي فين في المكان هنا برضه؟ رحتي فين؟ ممكن اروح العالمين والمكان ده، بس المكان ده يعني جيته كذا مره عشان خلاص اتعلقت بيه. تحب الرياضه انت يا علي؟ يا بتحبي تلعبي رياضه؟ تلعبي رياضه ايه؟
الجمباز. شاطره في الجمباز وبتجيب ميداليات كده؟ يعني بطولتي اول بطوله ليا شهر 10. شهر 10 عندك. العالمين بقى اللي ما جاش انت بتقولي له لا لازم تيجي الفتره الجايه؟ لازم تيجي العالمين. المكان ده احسن مكان واحلى مكان روحته في حياتي، اللي ما جوش يجي هينبسط جدا. الولاد الصغيره بيتكلموا مشاعرهم، يعني بتقول لك المكان ده ما شفت عمري ما شفت منه حاجه وحشه، مش عايزه تروح. يعني من الحاجات الحلوه اللي هي لقياها هناك، اكيد طبعا عايزه تجري، عايزه تلعب، عايز تنزل الميه، عايز تركب عجل، يعني الحاجات دي الولاد بيتعلقوا بيها، بيتكلموا بقى على فطرتهم يعني ما بيعرفوش يتجملوا. فتقرير جميل طبعا، بشكر عليه زميل العزيز شريف عادل. نروح لمنافسات ريفيت اب، سباق السيارات في مهرجان العالمين الجديدة، وده الحدث الأهم والأضخم في الشرق الأوسط، بتعتبر من أكبر بطولات الموتور سبورت في مصر والشرق الأوسط في العشر سنين الأخيرة، اللي قدمت يمكن أكتر من 100 جولة في سباقات السرعة الدرافت والتوين درافت. البطولة دي بتقام على تراك 111 بمدينة العالمين الجديدة بأكتر من 100 متسابق من 11 دولة، بيتنافسوا على المسابقة سواء تحديات السرعة أو الدرافت أو التوين درافت. خلينا نتابع ونشوف التقرير مع زميلنا أحمد كانو، نشوف أحمد بحضر لنا إيه، وسباق السيارات هناك في العالمين أخباره إيه، متسابقين كمان عاملين إيه، ونرجع مرة تانية مع حضرتك. يوم جديد في مدينة العالمين وفعاليات جديدة وأحداث جديدة، زي ما قلت لحضراتكم مهرجان العالمين في موسمه الثاني مختلف تماما، حاجة غير. النهاردة بنشوف سباق بيحصل في أوروبا، بس سباق دايما بنشوفه في يعني دول عندها إمكانيات كبيرة جدا، لكن الحقيقة ده بيأكد إن احنا عندنا إمكانيات لا تقل أبدا عن الدول اللي بتستضيف مثل هذه البطولات. النهاردة ريفيت اب مسابقة كبيرة جدا، بيشارك فيها دول عربية وبيشارك فيها عدد كبير جدا من المتسابقين المصريين، والحقيقة كان التنظيم أكثر من رائع. ودايما لما بسأل الناس بيقول إن مدينة العالمين كانت فيها السبب الرئيسي في ان التنظيم يطلع بالشكل ده. الحمد لله والشكر لله، البطوله كانت ناجحه الحمد لله فضل ربنا، ومش بس كانت ناجحه، دي كانت فوق الممتازه. دعم المتحده ودعم ون سبورت ودعم مهرجان العالمين لينا خلينا الحمد لله في حته تانية، ووصلنا لكل بيت في مصر. احنا اول فريق عربي بيكون له منتخب وطني يشارك في الدريفت، وهذا كان شرف لنا، واول مره يطلعوا اثنين سيارات من تونس علشان يشاركوا في ريفيت اب، بانها بطوله كبيره. والحمد لله السائقين تاعنا كانوا موفقين في الترتيب، علشان ما بين 30 سياره كانوا مرتبين 11 و18، وهذا شرف لنا، وان شاء الله نكونوا في ترتيب احسن في المره الجايه ان شاء الله. الحمد لله يا كاتران، بصراحه صعبه جدا مع بطل عبد الله حماده من الاردن، ما شاء الله عربية قوية جدا وهو سواق قوي جدا، الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب المركز الأول. المود هنا في الساحل بشكل عام وفي التراك هنا بشكل خاص بيبقى مختلف تماما عن القاهرة، بيبقى أحسن بكتير، الناس بتبقى جاية كلها متحمسة إنها تشوف حاجة جديدة زي كده، الناس أغلبها بتبقى جاية تنزل البحر بتاع، فإنها تشوف تراك زي ده في عربيات دريفت ومتسابقين وبيسوقوا، فدي حاجة بتبقى جامدة جدا، يعني مود جامد. أولا أقول الحمد لله على المكسب، و لا الأجواء كانت حلوة، التراك كنا فاكرين هيبقى صعبة في الأول، بس الحمد لله الدنيا عندك بدون خسائر، ويعني تعبانين طبعا بعد يوم طويل، احنا ننام الساعة 3 الظهر يعني. الرياضة دي ما تنفعش بدون الجمهور، وطبعا بنشكر الجمهور كله على الدعم. ولا وبالنسبه لان السباق في العالمين، لا يعني الاجواء صيفيه شويه، فالدنيا اروق شويه من القاهره الحمد لله. البطوله كانت قويه جدا، ابطال كانوا جايين من الاردن وتونس، وبجد مشاركه كانت قويه معاهم. النهارده ما حصلش يعني الحمد لله، حصل عندي غلطه مني انا كده في اللاين، فما كملتش، لان هنا من اقل غلطه هو لازم واحد هو اللي هيكسب، فمن اقل غلطه خلاص يعني ما فيهاش هزار، يعني الفرق درجه هتلاقيه هو اللي كده. فالحمد لله النهارده كان مش احسن حاجه بالنتيجه، بس الف مبروك للابطال، ان شاء الله عندنا بطوله كمان اسبوعين نبقى نجهز لها من دلوقتي. السباق كان صعب واخذ وقت كثير، لكن اللي انبسطنا اكثر بصراحه حسن الاستقبال من الاخوه المصريين، يعني ده بلدنا الثاني وبنكبر فيه، اكبر دوله عربيه، المستوى المتقدم اللي صار في البلد بصراحه يعني حاجه بتخليك بتشدك، بتخليك انك تحب تقعد فيها اكثر. يعني كنا نسمع عن العالمين قد ايه جميل قد ايه حلو، بس بصراحه اللي شفناه
شيء جميل جدا يعني. الحمد لله بدأ سباقات اهوت. كنت الاول كنت بخش سبيد من حوالي 3 سنين، طلعت اول كذا مره زمان وانا صغير وبتاع، والحمد لله بدأت الدريفت اهوت بقالي بتاع سنتين او سنه ونص. الحمد لله مأدي، كان معايا عربيه سيرتي بعتها واشتريت كذا عربيه يعني، والحمد لله مأدي اهوت. زي ما قلنا وزي ما هنقول دايما، خليكم فاكرين ان طول ما احنا موجودين في العالمين هيبقى الموضوع سهل قوي ان احنا نعمل ايفنتس كتيره جدا، وان احنا نقدم فايبس ونقدم مسابقات كتيره جدا لكل الوطن العربي. ما تنسوش ابدا ان العالم عالمين. شكرا للزميل احمد كانو على تقرير. احمد في الحقيقه عامل لنا شغل حلو جدا يعني، على الارض عامل شغل، في الجو وفي السماء عامل شغل جميل جدا. بشكرك شكرا جزيلا. وكل يوم في جديد يعني. العالمين او مهرجان العالمين مش بس فعاليات ترفيهيه وثقافيه وفنيه، لا كمان رياضيه يعني فور فن، او بطولات ومنافسات. شفنا كمان الوفود العربيه اللي جايين من كل الدول العربيه، انطباعهم ايه عن العالمين الجديد؟ حاجه جميله جدا ان شاء الله الجاي يكون احلى. ولسه مستمرين معاكم طبعا في المهرجان وتخطيطه كل يوم، كل يوم عندنا جديد. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم، خليكم معانا. امبارح انطلقت منافسات دوري نايل في مرحله الحاسمه بعد اعلان طبعا بطل الدوري وهو نادي الاهلي، والوصيف نادي بيراميدز. هما الفريقين اللي هيلعبوا في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي باذن الله، اللي هيبدا الشهر الحالي. كمان تم اعلان ممثلي مصر في البطوله الكونفدراليه، نادي الزمالك والنادي المصري البورسعيدي، واسدل الستار على الاثنين الانديه اللي هتهبط لدوري المحترفين، نادي الداخليه ونادي المقاولون العرب، في انتظار فريق واحد من الرباعي سواء بلديه المحله او فاركو او الجونه او الاسماعيلي. امبارح كان عندنا مباراتين من مؤجلات مسابقه الدوري. الاولى كانت ما بين النادي الاهلي مع زد اف سي، مباراه مؤجله من الجوله ال 25، انتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين لهدف عشان الاهلي يواصل سلسله انتصاراته بتحقيق الفوز رقم 21 المتتالي في الدوري، ويرفع رصيده للنقطه 84 في صداره جدول الدوري بعد ما حسم طبعا الفوز باللقب الاسبوع اللي فات. سجل أهداف الأهلي امبارح محمود كهربا طبعا في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي في الشوط الأول، كان الهدف الأول للنادي الأهلي، وبعد كده أضاف الهدف الثاني أحمد عبد القادر في الدقيقة 63، وسجل هدف زد الوحيد اللاعب مصطفى سعد ميسي في الدقيقة 87. طبعا بفوز النادي الأهلي توقف رصيد زد عند النقطة 47 في المركز السابع. امبارح طبعا يعني كان النادي الأهلي مش بيلعب بالقوام الأساسي بتاعه، وفي معانا التصريح والتعليق خاص بكابتن سامي قنصان القائم بأعمال المدير الفني للأهلي واللي كان بيقود امبارح النادي الأهلي، اللي أعرب عن سعادته بقيادة فريقه للفوز على زد بهدفين مقابل هدف. وقال كابتن سامي بعد المباراة ان هو حابب يشكر مارسيل كولر على الثقة اللي منحها ليه، وبالتنسيق طبعا مع المدير الفني كان لينا هدف وهو إراحة بعض اللاعبين اللي خاضوا مباريات كتيرة جدا، وان احنا نمنح عدد من الدقائق للبدلاء ومنح الفرصة للاعبين الناشئين، وحياهم في الحقيقة على الأداء والإصرار خلال المباراة وطول المباراة، ومساعدة فريقهم واللاعبين الصغار على تحقيق الفوز وتقديم أداء مشرف. قال كمان إن كان عندنا تنظيم خلال المباراة خاصة في التغطية الدفاعية والاستحواذ، وكان الخطأ الوحيد في هدف أو في كرة هدف زد، رغم إننا حذرنا اللاعبين قبل المباراة إن فريق زد من الفرق الجيدة اللي بتجيد تنفيذ الارتداد، لكن حالة الطرد في صفوف الفريق المنافس يعني ريحتنا بعض الشيء. وقال كمان ان هو شعر بان الحكم كان متعاطف مع فريق زد بعد الطرد، وكان في بعض القرارات في صالحنا ما احتسبهاش لينا، ولكن في النهاية الحمد لله على المكسب. ده كان امبارح يعني بعض التصريحات لكابتن سامي قنصان اللي قاد الفريق في غياب مارسيل كولر اللي سافر طبعا للاجازه بعد ما تم حسم لقب الدوري بعد مباراه سموحه اللي فاتت. المباراه الثانيه
كانت ما بين طلائع الجيش مع بيراميدز، ودي يعني في بتتلعب من الجولة 34، انتهت بفوز بيراميدز 5-2، نتيجة كبيرة جدا وسكور كبير. سجل أهداف بيراميدز فيستومايلي 3 أهداف في دقيقة 7 ودقيقة 8 ودقيقة 82، ومحمد رضا بوبو في نهاية الشوط الأول، ومحمود عبد الحفيظ في الدقيقة 65. وسجل لطلائع الجيش كريم طارق في الدقيقة 39 وأحمد متعب في الدقيقة 58. فيستومايلي بالمناسبة يعني بيقترب من رقم وسام أبو علي بعد امبارح طبعا تسجيله 3 أهداف في مباراة واحدة أمام طلائع الجيش. امبارح زد قدم مباراة قوية جدا فيها عدد كبير جدا، بيراميدز عفوا، فيها عدد كبير جدا من الأهداف أمام طلائع الجيش اللي طبعا خسر في مباراة الأمس ب5 أهداف لبيراميدز مقابل 2 فقط لطلائع الجيش، بعد يمكن المباراة اللي فاتت كان خسارة لكاس رابطة الأندية، المباراة اللي كان بيلعبها أمام سيراميكا كيلوباترا اللي فاز بيها سيراميكا كيلوباترا للموسم الثاني على التوالي. لكن على الرغم من ان بيراميدز خلاص يعني وصيف الدوري، ولكن لم يكتفي بالوصافه ومازال في التهديف والفوز في المباريات حتى نهايه الدوري. النهارده عندنا انطلاق الجوله قبل الاخيره، الجوله 33، هنلعب مباراتين النهارده الساعه 9 سيراميكا كليوباترا هيقابل سموحه، في نفس التوقيت مودرن سبورت هيقابل الاتحاد السكندري. يمكن سيراميكا كليوباترا زي ما كنت لسه بقول لحضراتكم بطل كاس الرابطه، هيكون في مواجهه سموحه مباراه شبه متكافئه. سيراميكا كليوباترا عنده 45 نقطه متبقي ليه مباراتين فقط، سموحه مع 48 نقطه نفس الامر متبقي ليه مباراتين فقط، ولكن اكيد النهارده الفريقين برضو بيسعوا لحصد 3 نقاط للافضليه في الترتيب. المباراة الثانية اللي هتكون ما بين مودرن سبورت مع الاتحاد السكندري مباراة لتحسين المراكز، مودرن سبورت عنده 50 نقطة في المركز الخامس متبقي ليه مباراتين، الاتحاد السكندري سيد البلد مع 40 نقطة في المركز العاشر ومتبقي ليه أيضا مباراتين. ده بالنسبة لدوري نايل ونتائج مباريات الأمس ومباريات اليوم ومواعيدها. امبارح بقى انتهت منافسات البعثة المصرية وأسد الستار على فعاليات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. حصيلة مصر في البطولة 3 ميداليات، واحدة ذهب أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث، وميدالية فضية سارة سمير بطلة رفع الأثقال، وبرونزية محمد السيد في سلاح الشيش. فيما عدا ذلك مفيش أرقام جيدة لباقي الألعاب الفردية. بعض اللاعبين كانوا قريبين من تحقيق ميداليات لكنهم يعني كان عندهم سوء توفيق. مروان القماش اتصاب للأسف، وطبعا كمل يعني المنافسة بصعوبة، والسباق الثاني انسحب منه. كريم كحلة اتصاب، ندى حافظ برضو يعني ما كانتش في حالتها، يعني كان مطلوب إعادة تأهيل لأكتر من لاعب أولمبي في المرحلة كمان اللي جاية. ونبدأ نستعد من دلوقتي، عندك 4 سنين للأولمبيات اللي جاية، إزاي نتجنب الأخطاء اللي حصلت من بعض الاتحادات الرياضية اللي كانت نتائج لاعبيها سلبية. آخر حاجة شكرا للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، قدمتم ما عليكم في حدود الإمكانيات اللي توفرت من جانب اتحاد الكرة المصري حصولهم على المركز الرابع، وده يعني رغم الخسارة الكبيرة والخسارة المرة من المغرب بسكور كبير جدا في مباراة تحديد المركز الثالث. بخلاف المباراة دي المنتخب الأولمبي قدم مبارياته يعني أكتر من رائعة. شكرا للجميع، وعلينا من دلوقتي إن احنا نقف عند كل الأخطاء اللي حصلت، حاول إن احنا نعالجها ونشوف إيه أسبابها، ونحاول نستغل المكاسب اللي اتحققت، يمكن تكون مش كتيرة ولكن في مكاسب
أكيد اتحققت، نكون أفضل في لوس أنجلوس 2028. في أخطاء؟ كان في أخطاء أكيد. في إخفاق؟ كان في إخفاق أكيد، عشان يعني الشعب المصري كان زعلان، فما يقولش ان احنا بنقول شعارات، لا احنا ما بنقولش شعارات، احنا دايما بنبقى شايفين الحقيقة ودايما بنقولها ودايما بنبقى نستنين الافضل، لان احنا لو ما قلناش الحقيقة عمر ما في حاجة هتتصلح. كان في حاجات كتير قوي المفروض الاتحادات تشتغل عليها الفترة اللي جاية، التأهيل النفسي للاعبين اللي وقعوا نفسيا قبل ما يقعوا بدنيا في الملعب، ده شيء مهم جدا نشتغل عليه. الولاد الصغيرين اللي لسه بياخدوا الخبرات نبتدي بقى نسقلهم بالخبرات أكتر، وإن شاء الله ينافسوا على ميداليات. الدورات الأولمبية لا تعترف إلا بالميداليات، لا تعترف بالمراكز، لا تعترف إلا بالميداليات، إن شاء الله القادم يكون أفضل. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم لي On Fire News. نبتدي مع أخبار الأهلي وكشف مسؤولو النادي الأهلي اتصالاتهم خلال اليومين اللي فاتوا لضم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي طبعا النادي المجري، وبيدخل الأهلي في مفاوضات مكثفة مع اللاعب التونسي عشان يعوضوا أليو ديانج اللي انتقل مؤخرا لنادي الخلود السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم. طلب النادي المجري الحصول على 3 مليون دولار عشان يبيع اللاعب، وبعد كده وافق على تخفيض المبلغ ل 2 مليون و500 ألف دولار، لكن عرض الأهلي لسه متوقف عند 1 مليون و700 ألف دولار. لسه في مفاوضات بين الناديين مستمرة، لكن الأهلي حصل على موافقة اللاعب اللي فضل الانتقال للأهلي على كل العروض المقدمة ليه، وبتظل طبعا رغبة اللاعب هي اللي بتحسم الصفقة في حين الاتفاق على الأمور المالية. نروح لخبر تاني وهو للأسف بيخص إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي. بنتمنى له وإن شاء الله إن هو يعني يرجع في أقرب وقت، ونتمنى له الشفاء العاجل. كريم فؤاد كان ليه تعليق على صفحته بعد التأكيد من إصابته، قال فيه كل خسارة دون الجنة. أنا مش شايفة بالظبط يعني الكلام صغير، كل خسارة اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الدنيا دار ابتلاء وشقاء، ودايما الابتلاء بيجي للشخص في الحاجة اللي هو بيحبها ونفسه فيها وطموحه وسعادته فيها، وده بيكون اختبار ليك هتعمل ايه في الموقف ده، وان الاختبار والبلاء ده بيكون ليه اجر كبير ورفع درجات في الجنة وتكفير ذنوب وحاجات كتير عظيمة قوي مقابل اني اصبر على الابتلاء ده. قال كمان وان كان مكتوب لي اصابة في الرباط الصليبي للمرة التانية، بس عندي احساس تاني خالص مع الاختبار ده انه انا في نعمة كبيرة قوي، وان الحمد لله ربنا رزقني باختبار سهل وهين قوي مقابل ابتلاءات ناس كتيرة تانية اصعب من ده بكتير، وكمان اختبار مش جديد عليا. بعيده للمرة التانية في وقت قصير، فهعرف أتعامل معاه بشكل كويس ويمكن أحسن. عشان كده بحمد ربنا إن الابتلاء اللي هاخد عليه أجر كبير وعظيم مش بالصعوبة القاسية اللي توجعني وتهدني. يعني يمكن كلام صعب قوي، وإصابة للمرة التانية في بالرباط الصليبي لكريم فؤاد اللي بنتمنى له إن شاء الله يرجع في أقرب وقت، ويعني إصابة صعبة اتعرض ليها كتير من اللاعبين قدروا يرجعوا في وقت قياسي. إن شاء الله تكون الأمور يعني أفضل من كده بكتير في الوقت القادم. لسه مكملين مع أخبار النادي الأهلي، والمرة دي من عند محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي اللي ارتبط اسمه خلال الفترة الأخيرة بالرحيل لنادي ناس الفرنسي. وكشف رومانو الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات الأوروبية عن دخول نادي ناس الفرنسي سباق التعاقد مع بوموتينو مدافع رابيدز الأمريكي، وإن الاتجاه ده بيضعف من فرص تعاقد النادي الفرنسي مع محمد عبد المنعم مدافع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكد رومانو على طبعا حسابه قال ان نادي نيس فتح
محادثات للتعاقد مع بوميتو البالغ من العمر 24 عام مع نادي رابيدز، مؤكدا ان بوميتو على راس قائمه ناس كبديل. وكمان اتكلم ان ريد بول سالزبورغ عايزه هو كمان من ضمن يعني الانديه اللي بتطلبه، وده بيضعف فرص عبد المنعم. هنشوف خلال الساعات القليله المقبله ممكن ايه اللي يحصل. نروح لاخبار النادي الزمالك ونبداها من عند اشرف بن شرقي. كشف مصدر داخل نادي الزمالك ان مفاوضات النادي مع لاعب مستمره لعودته مره ثانيه لنادي الزمالك، وقال المصدر ان بالتاكيد بنعاني من ازمه ماليه ولكن نسعى بكل الطرق للوصول لاتفاق نهائي مع بن شرقي للعوده لصفوف الفريق. وقال خلال الساعات الماضيه في مفاوضات يعني انفراجه بعد موافقه اشرف بن شرقي على تخفيض المقابل المادي اللي كان بيرغب في الحصول عليه بدايه المفاوضات، ونسعى للحصول على او الوصول لاتفاق نهائي ولانهاء المفاوضات وتدعيم صفوف الفريق قبل بدايه الموسم المقبل للمنافسه على كافه البطولات المقبله. وقبل كل هذا سننتهي من ازمه ايقاف القيد الايام المقبله بالرغم من الازمات الماليه اللي بنعاني منها الفتره الحاليه. ويمكن خبر بن شرقي يعني البعض شايفها صفقه جماهيريه، اشرف بن شرقي كان مقدم مستوى رائع جدا مع نادي الزمالك ولكن الفتره اللي فاتت هو مش في كامل تألقه، فالبعض شايف ان هي جماهيريه اكتر ما هي ممكن تفيد نادي الزمالك فنيا. نروح لخبر تاني، وايضا كشف مصدر داخل نادي الزمالك ان في تواصل مع طارق حامد نجم نادي الزمالك السابق والمحترف لنادي ضمك السعودي خلال الساعات اللي فاتت عشان يقنعوا بالعوده للاعب لنادي الزمالك من جديد. وقال المصدر ان طارق حامد يعني ابدا موافقه مبدئيه لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الان، وفي انتظار حسم موقفه خلال الايام المقبله. ده بالنسبه لاخبار كل الصفقات طبعا على الساحه الرياضيه. خلينا نروح لفاصل نستقبل ضيف حلقتنا النهارده رامي بشاي الناقد الرياضي بعد الفاصل، خليكم معايا. مرحبا بحضراتكم مره تانية، لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم. انضم لينا ضيفنا اللي منورنا النهارده الاستاذ رامي بشاي الناقد الرياضي. استاذ رامي صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على كل مشاهدينا. خلينا نبتدي من عند نادي الزمالك وحقيقه العرض المقدم لزيزو، ايه اخر الاخبار؟ هو احنا دايما بنسمع ان في عروض كتير لزيزو من الخليج، قبل كده كان في قطر وبعد كده السعوديه، وكان في كلام ان في اهتمام من بعض الانديه في فرنسا، لكن خليني اقول لك ان في عرض رسمي اكيد من نادي نيوم السعودي اللي هو النادي اللي بيلعب في دوري الدرجه الثانيه. وصل نادي الزمالك اول امبارح عايز زيزو، والعرض جاد جدا والناس عندهم نيه كبيره ان هم يخلصوا الموضوع خلال اليومين ثلاثه الجايين بسرعه جدا، محتاجين ان هم يخلصوا في موضوع زيزو. علشان كده ان شاء الله ممكن يكون في جلسه بين زيزو ووالده، والده هو الكابتن مصطفى ده وكيله، زيزو ملوش وكلاء، الوكيل بتاع والده، مع مجلس اداره نادي الزمالك وخصوصا الكابتن حسين لبيب عشان يتم مناقشه العرض ده. سمعنا ارقام كتيره يعني، وسمعنا ان العرض المقدم من نيوم السعودي مبلغ كبير جدا لنادي الزمالك. هو مفيش ارقام تم ذكرها في العرض الرسمي، ولكن في وسطاء هم ما بين النادي السعودي ونادي الزمالك هم اللي اتكلموا عن الارقام، يعني الارقام بتتراوح ما بين 4 ل 6 مليون دولار. ويمكن لو في نيه لنادي الزمالك، وده هنتكلم فيه بشكل مفصل اكتر، لو في نيه لنادي الزمالك انه ممكن يسيب زيزو اعتقد هيطلب ارقام اكبر من كده. ولكن من حيث المبدا مجلس اداره نادي الزمالك في الوضع الحالي في اللحظه الحاليه مش عايز يسيب زيزو. الجلسه اللي هتكون بعد يومين ثلاثه لسه لم يتم تحديد موعدها، هيكون اول حاجه مجلس اداره نادي الزمالك بيعرضها على زيزو، يلا نجدد عقد، تعالى هنقعد، انت طلباتك ايه؟ طب ينفع نجدد عقدنا بكام؟ طب انت جاي لك كام؟ الوسطاء برضو ده مش حاجه رسميه من نادي نيوم، الوسطاء بيقولوا لزيزو ان انت هتاخد هناك
$3 مليون في الموسم الواحد، وده طبعا رقم كبير جدا جدا، يعني فيما يعادل 150 مليون جنيه. طبعا ده مش رقم رسمي من النادي، ولكن ده من خلال الوسطاء اللي هم متدخلين في الصفقه، فده طبعا رقم كبير مفيش اي نادي في مصر هيقدر يدفعه. فاحنا هنشوف الجلسه هتسفر عن ايه، ولكن النيه داخل نادي الزمالك ان هو يجدد العقد، الا لو زيزو ليه طلبات تانية دي هيتم مناقشتها في يعني ان هي تجديد العقد ايا كانت الاغراء الصفقه ايه او العرض المقدم لنادي الزمالك. الموضوع ليه شقين، الشق اللي هو المبلغ اللي هيدخل نادي الزمالك، وخلينا نتكلم في حته ان خلاص زيزو ده اخر موسم الموسم اللي جاي ليه مع نادي الزمالك، يعني في يناير بعد 4 شهور ليه حق ان هو يوقع لاي فريق مجانا فري ويبدا ينتقل ليه من الموسم الجديد. الشق الثاني الخاص بزيزو، انا زيزو عنده اغراء مالي انه ممكن ياخد مبلغ كبير قوي في الموسم مفيش اي نادي في مصر اذا كان الزمالك او اهلي او بيراميدز يقدر يدفعه. الشق الثاني والاهم اللي هو يخص نادي الزمالك، نادي الزمالك بيمر بازمات ماليه طاحنه، ازمات ماليه كبيره قوي، فرغبه اللاعب هي اللي هتكون اساس كل المناقشات، يعني رغبه اللاعب اذا كنت هكمل او اذا كنت انا عايز احترف. لو عايز احترف نادي الزمالك مش هيقف في طريقه، وهيبتدي بقى يشوف ايه المصلحه اللي تقدر تخش نادي الزمالك والمبالغ اللي ينفع نادي الزمالك يستفيد منها من صفقه زيزو، خصوصا ان زيزو واحد من اهم وافضل اللعيبه الموجوده في مصر. هل عرض نيوم السعودي هو العرض الوحيد اللي تقدم لنادي الزمالك لضم زيزو بشكل رسمي الفتره الاخيره؟ عرض نيوم هو العرض الرسمي الوحيد. كان في كلام الباقي كله كلام، كان مجرد اهتمام نادي الاتفاق السعودي، كان قبله الشباب، كان قبله من نادي من قطر، كان بعض الوكلاء قالوا ان في بعض الانديه في فرنسا بتتابع زيزو، ولكن عرض نيوم هو العرض الرسمي الوحيد اللي وصل لنادي الزمالك. يمكن يكون في بعض الوكلاء بيكلموا والد اللاعب، احنا هنجيب لك عرض من كذا، النادي الفلاني مهتم بزيزو، النادي الفلاني بيتفرج على زيزو، لكن لما بنتكلم على عرض رسمي، عرض اكيد وصل نادي الزمالك هو عرض نادي نيوم، اللي بالمناسبه الفريق ده بيكون قائمه كبيره جدا، عشان هو عنده تارجت انه مش بس يصعد لدوري الدرجه الاولى، لا ده هو من الفرق اللي هتكون فرق المقدمه السنه الجايه، هينافس مع الهلال الهلال والاهلي والنصر والاتحاد ومن بعدهم الشباب. طيب احنا بنتكلم ان مجلس الاداره هيقعد مع زيزو، مجلس الاداره متمسك انه يجدد لزيزو، لسه هيشوف زيزو هيعمل ايه او طلبات زيزو ايه. في مدير فني يعني جوميز، موقفه ايه بقى من رحيل زيزو؟ هو جوميز دايما في كلامنا معاه، بنتكلم معاه دايما بعد المباريات في المؤتمرات الصحفيه، هو الراجل بيقول انا جزء من منظومه نادي الزمالك وجزء تابع لاداره نادي الزمالك، وانا موظف في نادي الزمالك، وانا اي حاجه عايزاها الاداره انا مش هكون بعترض عليها، في المقابل انا بيكون ليا طلبات تاني هم بيحاولوا يسهلوها. بمعنى او بشكل مبسط، لو الاداره استقرت بشكل كبير على بقاء زيزو تجديد زيزو جوميز هيكون مرحب جدا بده. لو الاداره قررت ان زيزو يمشي مش هيكون في اي مشكله بالنسبه لجوميز، بس هيتكلم معاهم يلا بقى بينا نشوف البدائل، هنجيب مين، هنتعاقد مع مين، مش هيكون في اي ازمه خالص بخصوص جوميز. دي معلومه اكيده ومن لسان الراجل معانا، دايما بيتكلم معانا في النقط دي ان هو جزء من منظومه، يعني هو سايب الامر تماما لمجلس الاداره في الصفقات. لا هو دايما بيتكلم فكره ان انا عندي طلبات، الطلبات دي لاعب في المركز الفلاني ولاعب في المركز العلاني وهكذا، بيبداوا يعرضوا عليه لعيبه، بيبدا يرتب معاهم انا عايز ده رقم واحد ده رقم اثنين ده رقم ثلاثه. مين بديل زيزو من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري الشخصيه اقرب بديل لزيزو مصطفى فتحي، عشان نادي الزمالك يحاول لو زيزو مشي يقدر يعوضه بلاعب قريب منه يكون مصطفى فتحي، ده اقرب لاعب ممكن يكون بيلعب في مركز الجناح الايمن ويكون شويه يسد الفراغ الكبير اللي ممكن يسيبه زيزو. طبعا يعني مش هنقدر ننكر زيزو لو ساب الحته دي اكيد هيسيب فراغ كبير فيها. طيب رحيل ياسر حمد ومحمود علاء، هل جيم يعني بقرار من جوميز ولا برغبه اللاعبين؟ الموضوع مشترك، بس محمود علاء كان رغبه من جوميز، جوميز من البدايه شاف ان محمود علاء واتكلم معاه وقعد معاه وعقد معاه اكتر من جلسه، قال له انت لاعب كويس ولكن انت الفتره دي هتكون خارج حساباتي، وعمل له برنامج بدني في الجيم، ولكن من ساعتها محمود علاء عرف ان هو بره حسابات الراجل وما شاركش في التدريبات الجماعيه نهائيا، كان كل التدريبات بتاعته في صاله الجيم وخرج من حساباته، ده كان بقرار من جوميز، وعشان كده محمود علاء عقد جلسه مع اداره نادي الزمالك وتنازل عن جزء كبير من مستحقاته وخد الاستغناء بتاعه، والراجل شاف مصلحته كده زي ما بيقولوا. بالنسبه لياسر حمد برده ما اقنعش الراجل بشكل كبير، وكان ياسر حمد لما اتكلم مع جوميز قال له انا محتاج العب، قال له انت هتلعب وليك دور، ولكن انا عندي
في ترتيبك انت مش من اللعيبه اللي هي رقم واحد او اثنين او ثلاثه. بيلعب بالمسلوسي وبيلعب بحسام عبد المجيد وبيلعب بعدهم بزناري وبعد كده بيجي ياسر حمد، كل ده كمان في ظل غياب الونش بسبب الاصابه. فلما الونش يجي كمان هيبقى ترتيبه الخامس او السادس، فده كان مشكله كبيره لياسر حمد، وقال له لا انا محتاج العب وبعد اذنك انا هشوف فرصه تانية. الراجل جوميز رحب وقعدوا مع بعض وعملوا تواصل كده يشوف المستحقات بتاعتك ايه، واستغنى برضه عن جزء بسيط وخد الاستغنى بتاعه ومشي. يمكن لسه في اكتر من لاعب ممكن عقدهم هينتهي برضه، لسه مش عارفين موقفهم ايه من التجديد وكمان حل ازمه القيضه، لكن استاذن حضرتك خلينا نروح لفاصل. بعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم، خليكم معانا. لسه مكملين مع حضراتكم في صباح ان تايم، ولسه معانا ضيفنا الكريم اللي منورنا النهارده الاستاذ رامي بشاي الناقد الرياضي. استاذ رامي، يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن نادي الزمالك وصفقات المقدمه للاعبين ومنهم زيزو، ولكن عن رحيل بعض اللاعبين يوسف اوباما، البعض بيقول ان هو اقترب من الرحيل عن نادي الزمالك وان ممكن ينتقل لبيراميدز، ايه حقيقه الكلام برضو المتداول على الساحه الرياضيه؟ باختصار جدا في موضوع اوباما، اوباما كان من اللعيبه اللي بتاخد مرتبات كبيره في نادي الزمالك، ونادي الزمالك دلوقتي ماشي بالسياسه ان المرتبات الكبيره دي مش هيقدر يكون بيدفعها، فعشان كده بيحاول مع لعيبه كتير زي ما كان محمود علاء، وبرده نفس الكلام مع محمد عواد. نفس الامر حصل مع يوسف اوباما ان المرتب ينزل شويه، يمكن اللعيبه بتشوف ان ما دام انا وصلت للمرتب صعب ان انا انزل عنه شويه. اوباما جاله كان جاله كلام من احد الانديه الليبيه، وبعد كده نادي المصري اتكلم معاه، بعد كده نادي بيراميدز اتكلم معاه. نادي بيراميدز هو العرض المادي الاعلى والافضل لاوباما، وهو كمان شبه اتفق معاه على كل شيء، ولكن اوباما بيدي فرصه لنفسه ان ممكن امور يوصل فيها اتفاق مع نادي الزمالك. حتى الان ما وقعش لنادي بيراميدز بالرغم من الاتفاق على كل التفاصيل الماليه وكل بنود العقد. اوباما مدي نفسه فرصه اخيره كده ان لو توصل الاتفاق مع نادي الزمالك، خصوصا ان بعض اللعيبه الكبار بتحاول تساعده، ان لا اوباما واحد من ولاد النادي، من اللعيبه المميزه، من اللعيبه اللي هتفيد الفريق، مش هيكون موجود اللي هو موجود زي مش موجود، لا بالعكس وجوده بيدي اضافه فنيه. اللاعب مدي نفسه مساحه كده اسبوع 10 ايام، لو الامور ما تمتش هيكون بيخلص اتفاقه مع نادي بيراميدز ويوقع على عقود انتقاله نادي بيراميدز. بس يعني خليني برضه اعقب على الكلام ده، سكواد بيراميدز سكواد قوي جدا، ويوسف اوباما ما يقدمه في الفتره الاخيره مع نادي الزمالك مش اقوى حاجه، يعني ايه اللي هيخلي بيراميدز يسعى ان هو يضم اوباما؟ بيراميدز عايز يكون ند دايما للنادي الاهلي، ان عنده فريق واثنين وثلاثه، عنده القائمه بتاعته فيها اكتر من لاعب بحيث تعرض لاصابات لايقافات لاي مشاكل يقدر. بنشوف النادي الاهلي عنده في كل مركز بدل لاعب لاعب واثنين وثلاثه، بيراميدز عايز يكرر التجربه دي. بس اوباما كان في جزء جواه كده اللي هو بص على تجربه مع طبعا فرق السن، اوباما لاعب كبير، كان يوسف اسامه نبيه يوسف جعفر لعيبه شباب او اصغر شويه، ان هم راحوا كان ترتيبهم بعيد شويه في المباريات، فهو بصص الحته دي وشايف ان في الزمالك بالرغم برده من وجود عبد الله السعيد، ناصر ماهر، احمد حمدي لما يرجع من الاصابه، دونجا، حتى في مجموعه كبيره في نص الملعب في الحته بتاعته دي 8 و10 اللي بيقدر يلعبها، شاف ان ممكن تكون فرصه في نادي الزمالك اكتر، وارتباطه بالجماهير وهو واحد من ناشئين نادي الزمالك اللي اتربى في نادي الزمالك اكبر، فوارد يكون في انفراجه ولكن ضعيف بشكل ضعيف. يعني ايه حقيقه المفاوضات على عوده اشرف بن شرقي؟ اشرف بن شرقي الموضوع ده يعني هو الموضوع الاكتر يعني اكتر موضوع شاغل جماهير نادي الزمالك خلال الفتره اللي فاتت. اشرف بن شرقي طلباته الماديه لا تتناسب مع نادي الزمالك نهائيا نهائيا. ليه؟ بسرعه جدا، نادي الزمالك عنده التزامات كتير ابرزها القسط الشهري اللي بيدفع كل يوم واحد كده في الشهر بيدفعوا 100,000 يورو لخالد بوطيب. طبعا ده رقم كبير جدا، كان من ضمن اسباب كتير ان هم يركزوا على حته اشرف بن شرقي، انا مش هجيب لاعب اوعده بفلوس كتير واجي الاقي نفسي مش قادر ادفع. فنادي الزمالك من خلال وسطاء مش من خلال تواصل رسمي ما بين اللاعب ومجلس الاداره او وكيل اللاعب مجلس الاداره، من خلال بعض الوسطاء المقربين لاخو بن شرقي والمجلس الاداره، عرضوا مبلغ معين، المبلغ ده مش مناسب لاشرف بن شرقي هيكون مناسب لنادي الزمالك. الوسطاء دول بيحاولوا يقربوا الامور شويه، يحاولوا ان احنا طب نخلي جزء على نادي الزمالك جزء على اشرف بن شرقي، خصوصا ان اشرف ما جالوش اي عروض قويه من انديه الخليج اذا كان في الامارات او اذا كان في قطر، والعرض الوحيد اللي جاله كان من الوداد المغربي. ممكن يحصل جديد في الامور دي لو اللاعب نزل شويه بالطلبات بتاعته، ولكن كتفاوض رسمي وخلاص الزمالك داخل يخلص مع اشرف بن شرقي لا بعيد خالص. هل الزمالك استقر على اعاره مهاب ياسر؟ مهاب كان في نادي سعودي في الدرجه الثانيه مكلمه،
وكان حصل كلام كتير الفتره اللي فاتت، ولكن الامور يعني ما خلصتش او ما تمتش او ما انتهتش ان النادي ده يبعت عرض رسمي لنادي الزمالك. مهاب عنده عرض من نادي بتروجيت وده الاقرب ليه في الوقت الحالي، وجوميز موافق ان اللاعب يخرج اعاره، وهيخرج اعاره سنه لو اللاعب ظهر بشكل كويس وتالق ممكن يكون بيرجع تاني. يعني يمكن كلام كتير عن الصفقات، ولكن تبقى أزمة القيد لازم يتم حلها عشان نادي زمالك يقدر ان هو يستقدم لاعبين، واكيد طبعا محتاج يدعم في مراكز كتير جدا. استاذ رامي بشيء الناقد الرياضي، انا بشكرك، شرفتني ونورتني، وكنا سعداء بوجود حضرتك معانا. انا كنت اسعد، اشكرك. شكرا. مشاهدينا بشكركم على المتابعه، كده وصلنا لختام حلقتنا النهارده، اشوفكم على خير باذن الله في حلقه جديده، الى اللقاء.